السلام عليكم، اسمي احمد السلام، خريج قسم اللغه الانجليزيه جامعه الانبار، مؤسس جروب اتش اتش يو ضمن منتدى السلام في مدينه تيت، لقب الفني مستر ليجندري، فنان، انا فنان هيب هوب مؤدي راب تحديدا. جروب اتش اتش يو اسست جروب اتش اتش يو بسنه 2013. جروب يضم مواهب شعريه، مواهب مقام، مواهب غنائيه، مواهب ثقافه الهيب هوب اللي هي الراب، البيت بوكس، الجرافيتي، البريك دانس، مختلف الفنون. جروب اتش اتش يو تاسس ب 2013، بس ظلت المواهب تقريبا محصوره عند مواقع التواصل الاجتماعي، ما ظهر العلن. ورا تحرير مدينه هيت بدينا سوينا تقريبا حفل اول وحفل ثاني للفريق، وصارت عندنا مشاركات بمختلف محافظة الأنبار، لو حتى مشاركات بمهرجانات ببغداد. أنا مأمون يعقوب، هيب هوب آرتست، فنان هيب هوب من محافظة الأنبار، أداوم كلية علوم حاسبات، تحديداً مؤدي راب. بديت بهذا الفن سنة 2013 ويا تأسيس الجروب. كنا أنا وأحمد سلام في وقتها أول ما أسسنا الجروب، كان الراب مرفوض ولحد هذه الساعة مرفوض، بس بعد التحرير شوي تغيرت الامور، العالم بدأت تتقبل، لكن بعده مرفوض الراب. احنا نقدم فن يختلف عن الساحه العراقيه. الساحه العراقيه تقدم فن دسات كثير، احنا قررنا نختلف ونأدي فن بيور نقي، نظهر الرساله الحقيقيه للراب اللي هو الفن الهادف. كانت لنا مشاركات عديده بالمحافظه وعلى مستوى على مستوى العاصمه بغداد ايضا. رغم المسافة اللي كانت بيناتنا احنا كأعضاء جروب فترة دخول داعش للمدينة، توزعنا اللي بأربيل واللي ببغداد راح، لكن كانت بيناتنا تجمعات على طريق السوشيال ميديا، كنا نتواصل ونتدرب بيناتنا ونأدي، والشباب ما قصروا وكل من موهبته ظل يشتغل. السلام عليكم، اسمي عمر شريف محمد، مواليد 1998، لقبي عمر الكوبرا، لاعب خفه. بديت بهذا المجال اعداق التلفزيون احمد البايض ودي ام سي، فانعجبت بهذا المجال فدخلت بهذا المجال. فمن دخلت بهذا المجال لقيت شوي صعوبات وتخطيت الصعوبات، فشاركت العديد من المهرجانات، فانضميت لفريق جروب الاتش اتش يو. جروب الاتش اتش يو هو جروب فني، فدخلت بهذا الجروب. فمن دخلت لهذا المجال جتني من عنده ايجابيات وسلبيات، من الناس تحارب اللي ما تحب هذا الشيء، فانا حبيت هذا الفن وحبيت اني اشوف هذا الفن للناس. انا عبد الله سمير نجم، طالب اداري تقني بانظمه حاسوب، ادرس بجامعه الموصل. صراحه فكره انه جيتار ما كانت جايه على بالي يعني اطلاقا، خاصه بالمجتمع مال هيت. عجبتني فكرة انه الجيتار خاصة للناس اللي شفتهم كانوا تربطنا علاقة بيهم عن طريق الجيتار، وكنت يعني اروح اسمع من عندهم كثير وتعلمت منهم شغلات وحبيت اطور نفسي بهاي الشغلة. كنت الاحظ الاشياء اللي دا تصير بهيت، وكنت اشوف التطور اللي جاي يصير خاصة يعني بعد فترة داعش، حسيت الهيت دا تتطور اكثر واكثر. كانت ما عندي فكرة يعني عن الشباب هيت وشنو اللي كان يسووه، لأن طلعت فترة فلاحظت بناحية الفن جروب اتش اتش يو اللي هو عندي أصدقائي تربطنا بيهم علاقة، بس ما كانت يعني عن طريق الفن علاقة خاصة كانت بينات. فمن رجعت الهيت كنت أحب أنه أروح على أصدقائي وأعرف منهم يعني فكرة عن الجروب وعن الاشياء اللي جاي يسووها. فصراحه عجبني الشغل اللي جاي يشتغلوه، وطريقه الفن مالتهم كانت راقيه. اسمي ياسر شان هادي من مدينه هيت. موهبتي الرسم، واكتشفت موهبتي من انا صغير وحبيت اطورها اكثر واكثر، وشاركت بعده معارض، واول معرض لي كان بمدرستي الابتدائيه، وشفت يعني قلت لازم اطورها وطورتها هسه ما شاء الله، وانضميت الفريق اتش اتش يو، وشفت فريق يعني راقي وبجميع الفنون المختلفه، وشاركت بمعارض ضمن محافظه الانبار، وان شاء الله القادم افضل. انا اسمي عبد الله، لقبي عبودي لوبر، موهبتي بريك دانس، حبيت هذا الشيء
واعجبت بيه عن طريق التلفزيون، عن يعني اكو برامج مثلا عرب جوت تالنت، فواجهت كثير من السلبيات والايجابيات. سلبيات ما عاقتني يعني، ظليت انا بطريقي، والايجابيات يعني شجعوني، اهلي شجعني، اصدقائي هم شجعوني، فانا اعجبت بفريق اتش اتش يو وحبيت اصير وياهم، فقدمت بان اكون وياهم، قبلوني وساعدوني بتقديم موهبتي، ويعني شجعوني كثير هم.